بنى رجل مسجدا وأوصى بأن يدفن فيه، فهل هذه الوصية صحيحة من وجهة نظر الشرع؟ يرى الإمام أحمد الذي أخذ به ابن تيمية وابن القيم أن الدفن في المسجد حرام، فلا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق. وعلى هذا لا تجوز الوصية بالدفن في المسجد، ولو أوصى أحد بذلك لا تنفذ الوصية. وإذا كان الشافعي يرى أن الدفن في المسجد مكروه كراهة تنزيه، فإن الوصية بالدفن فيه مكروهة ولا يجب تنفيذها، وهذا إذا كان الدفن في داخل المسجد. أما لو كان بجواره وخارجا عنه فلا حرمة ولا كراهة في الوصية والتنفيذ، والله أعلم.